محاضرتنا اليوم طويلة نوعا ما، مثل ما اتفقنا راح نكفي بالاضطرابات المزاجية. راح نحكي عن الاضطرابات المزاجية. الاضطرابات المزاجية هي يعني المحاضرة شاملة لأكثر من اضطراب سريري، وكلهم تعتبر من الاضطرابات الكبيرة نوعا ما. بس نحن راح نركز على، مثل ما اتفقنا، راح نركز على الشيء الأشيع الكومون والشيء الأكثر أهمية بالنسبة لكم. يعني الاضطرابات المزاجية اللي، أو ما يسمى الاضطرابات الوجدانية أو المود ديس أوردر، هي بتضم مجموعة، مثل ما قلنا، مجموعة من الاضطرابات، على رأسها الاضطراب الاكتئابي الجسيم أو ما يسمى بالميجر ديبرسيف ديس أوردر، اللي كلياتنا يعني سواء كان حتى الناس العامة بقول عنده شخص عنده اكتئاب أو بعاني من اكتئاب، أو كان لي هاي الأعراض تمشي مع اكتئاب. وفي شيء عندنا ما يسمى ديسيميا. الديسيميا هو ما يسمى بعسر المزاج. وفي في شيء اسمه البايبولر أو الاضطراب ثنائي القطب. البايبولر طبعا في بايبولر 1 وبايبولر 2 ديس أوردر. أنا برأيي إني راح نشوف إني بس إني تعرف شو البايبولر. هل البايبولر إن هذا المريض هو بايبولر 1 ولا بايبولر نمط أول ولا نمط ثاني؟ يعني بالنسبة لطالب طب مهم تعرف شو هو البايبولر، يعني بشكل عام. هلا السيكلوسيميك أو سيكلوسيميا أو ما يسمى باضطراب المزاج الدوري، ففي عندنا شيء اسمه ديسيميا. الديسيميا هي عسر المزاج. وفي شيء اسمه سيكلوسيميا، ما يسمى بالمزاج الدوري. وفي عندنا مثل ما قلنا بشكل أساسي هو الديبرسيف أو الدبرشن أو الميجر ديبرشن أو الاضطراب الاكتئابي. وفي عندنا البايبولر اللي هو البايبولر نمط أول ونمط ثاني أو ما يسمى ثنائي القطب. طبعا إني في شيء اسمه اضطراب مزاج محدث بمادة، أو في شيء اسمه انديوزد اللي محدث مادة أو ناجم عن حالة طبية عامة، فهذا كمان بدخل ضمن التصنيفات بالنسبة لاضطرابات المزاج. بس يعني مثل ما قلنا راح نحاول نركز على الأمور الثلاثة المهمة. نحن بنقول اللي مثل ما اتفقنا إن ما في اضطراب أو ما في أعراض موضوع سريرية أو علامات، أو حتى نقول اضطراب إن شخص عنده اضطراب سريري، سواء كان عنده مثل ما قلنا شو ما كان، إذا عنده زهان ولا عنده اكتئاب ولا عنده عسر مزاج ولا إلا ما يكون له إمباكت. يعني إمباكت لازم يكون له أثر. يعني هاي الأعراض والعلامات اللي عانى منها الشخص أو بعاني منها الشخص لازم تؤدي لخلل، الخلل أو معاناة. فلازم إن هاي الأعراض والعلامات، حتى نقول إن هي عنده اضطراب، لازم تؤدي لمعاناة أو خلل في الأداء، سواء كان المهني أو الوظيفي أو الاجتماعي، حتى نقول إن هذا الشخص عنده اضطراب. فأي أعراض أو علامات لازم يكون في إلى أثر، لازم يكون في إلى موضوع أثر عند الشخص، أي تؤدي لمعاناة أو وتؤدي إلى، بالتالي ممكن أن تؤدي إلى خلل موضوع في الأداء. هلا إذا أخذنا شوية أرقام قبل ما ندخل بالاضطرابات المهمة. هلا بالنسبة لل، بقول لك معدل الانتشار الاكتئاب هو معروف، يعني بتشوفوا في زحمة بالأرقام بالمحاضرة،
ما هو كتير مثل ما قلنا في الأرقام طبعا هي مهمة، بس يعني الأرقام لما تيجي صيغة بالأرقام مثلا لسؤال مثلا الاكتئاب، معدل انتشار مثلا الاكتئاب أو البايبولر، لما تيجي الصيغة إما بيجي الرقم صحيح أو بيجي يعني يعني كتير أوفر أو كتير معدل مثلا انتشار. خلينا نقول إذا أن معدل انتشار الاكتئاب هو من 2 لـ4% وسطيا، تمام، اللي بيجي بقول لك معدل انتشار الاكتئاب هو مثلا 20%، فيعني الرقم كتير إما بكون كتير موضوع زيادة أو بيجي رقم صحيح، يعني اني بالأفرج اللي هو من 2 لـ4% ممكن نكتب 2 لـ6% ما في مشكلة. بس لما بنقول معدل انتشار الاكتئاب هو 20% فأكيد الرقم هو غلط، تمام. فالانتشار هو بقول لك 2 لـ4%، في اختلاف طبعا بين الدول دخلها مرتفع ولا منخفض، ما هو مهم كتير، بس وسطيا كرقم رقم تعرفوا ان الاكتئاب هو معدل انتشاره هو من 2 لـ4%. بالنسبة للبايبولر معدل انتشاره هو من 2 لـ3%. نسبة الإصابة بين الجنسين هي متساوية، متساوية بالنسبة ل البايبولر، يعني البايبولر أو ما يسمى ثنائي القطب. نسبة الانتشار عند الذكور والإناث نفس الشيء، يصيب الذكور والإناث بنفس الشيء. بالنسبة للاكتئاب مثل ما هو معروف هو عند الإناث أكثر، أقول لك بسبب أن التبدلات الهرمونية ممكن تتعرض إلى النساء، وخصوصي مثل ما بتعرفوا أثناء الدورة الطمسية، وفي شيء اسمه اكتئاب ما يسمى ما قبل الطمس، أو سوء المزاج أو اضطرابات المزاجية المرتبطة بالحالة الطمسية. وكمان في شيء اسمه إذا سمعاني في شيء اكتئاب ما بعد الولادة، أو ما يسمى حتى زهام ما بعد الولادة، نتيجة التبدلات الهرمونية اللي بنشوفها عند النساء في هاي الفترات، فترة ما بعد الولادة أو ما قبل الطمس. فممكن أن نقول أن الحالة المزاجية مرتبطة ب عند النساء بالتبدلات الهرمونية، فالاكتئاب ممكن نشوفه عند النساء هو أكثر بمرتين من عند الذكور. بينما البايبولار أو ثنائي القطب الإصابة متساوية. إذا جينا كمان بتشوفوا كتير مثل ما قلنا لما بدك تقرأ المحاضرة أو ممكن اللي تطلع المحاضرة، بشوف كتير أرقام مثل ما قلنا نحن، الأرقام مطلوبة طبعا، بس نركز على العموم، يعني ما هو أنا بدي أحفظ كل هالأرقام أو أحفظها وأنساها. العمر بالنسبة لعمر الإصابة من 20 للـ40 عموما، بالنسبة لاضطرابات المزاج هو بمتوسط العمر، يعني من 20 للـ40 بنشوف ان الاكتئاب بلش عند تقريبا حوالي يعني هي 20 للـ40، تقريبا نص المصابين بالمرض يصابوا بهذا العمر. تقول لي ما في اكتئاب عند الاطفال، بقول لك ايه في، وبتقول لي ما في اكتئاب عند طرفي العمر عند الشيوخ او عند البالغ الكهول، بقول لك فيه، بس دائما في طرفي العمر سواء كان عند الأطفال children ولا عند الجينياتريك أو ما يسمى موضوع بالشيوخ أو الكهول، فالنسبة أقل أو هو ببقى النسبة قليلة أو نادرة. إذا بالنسبة لاضطرابات المزاج هي العمر هي أواسط العمر، 20 لـ40 هو أكثر الاكتئاب أكثر شيوعا، بس هو يصيب طبعا مثل ما حكينا جميع الأعمار، بس بثبت أين هو العمر، موضوع متوسط العمر الأشيع هو من 20 لـ40. بالنسبة للبايبولر هو ممكن هو ببلش بعمر العشرين تقريبا،
بيعمل 20 سنة اللي بنشوف البايبولر. هلأ في كان حكي أو كلام اللي الاكتئاب في له دورة، أو بنشوف أن الاكتئاب أكثر حالات الاكتئاب هي بتصير في الربيع والخريف، وعزوة للتبدل أو التعرض لأشعة الشمس، أو أن الشمس بتكون أقرب ما يمكن مثلا الغلاف الجوي. مو مهم كتير هذا الكلام، بس قالوا أن الفصل له دور، له دور في الوبائيات. يعني اللي قالوا أن تلتين حالات الاكتئاب بنشوفها في الربيع والخريف نتيجة أن بتكون الشمس هي أقرب ما يمكن للغلاف الجوي، والتبدلات اللي بتصير في الميلاتونين نتيجة التعرض لأشعة موضوع الشمس، تمام، والأشعة تحت الحمراء طبعا، والتأثير على الغدة الصنوبرية اللي هي بتقوم بإفراز الميلاتونين. فيعني هي من ضمن النظريات اللي بالنسبة للفصول اللي الاكتئاب يكون ذروته ممكن يكون في الربيع والخريف. إذا جينا على الشيء المهم اللي دائما نحن قلنا بنركز عليه بالإيتولوجي، العوامل البيولوجية، إن شو هي النواقل العصبية أو النيورو ترانسميترز المرتبطة بالاضطرابات المزاج اللي نحن عم نحكي عنها. بالنسبة لاضطرابات المزاج اللي نحن عم نحكي عنها دائما معروفة، بالنسبة للقلق والاكتئاب هو عنا السيروتونين والنورادرينالين، بصير فيهم طبعا بصير فيهم نقص. وبالنسبة للهوس، يعني لما بقول هوس يعني كأني بحكي عن البايبولر أو بحكي على ثنائي القطب اللي رح نشوف هلا بالتفصيل شو ثنائي القطب، يعني بحكي معناتها الدوبامين، وهون كون زايد لما معناتها نحن لما بنحكي على زهان أو على الفصام كنا بنقول إن المشكلة في الدوبامين بشكل أساسي طبعا، وكون زايد هو مثله مثل الهوس. وبالنسبة للاكتئاب، الاكتئاب هو مرتبط بالسيروتونين والنورادرينالين، وبكون هو فيه نقص. هلا هذا أمر مهم، إن الاستعداد الوراثي أو الجينيتيك أو العوامل الجينية، إن وممكن هذا يكون طبعا من الأسئلة إن أكثر مثلا الاضطرابات النفسية اللي بلعب فيها الاستعداد الوراثي، أكثر الاضطرابات النفسية اللي بلعب فيها الاستعداد الوراثي ممكن يجيك إني مثلا نحط 5 اضطرابات سريرية ونقول أينه أكثر اضطراب مرتبط بالوراثة. الأكثر اضطراب مرتبط بالوراثة أو العوامل الجيني هو الفصام الوجداني. بعد الفصام الوجداني، فإذا شفته أنت من ضمن الاحتمالات فلازم هو تحطه أول واحد. إذا ما شفت الفصام الوجداني الذي يليه، مين الذي يلي الفصام الوجداني؟ هو البايبولر أو ثنائي القطب. مين الذي يليه؟ الذي يليه هو السكيزوفرينيا أو السكيزو اللي هو الفصام. الذي يلي الفصام شو هو؟ هو الاكتئاب. فإذا رتبنا الاضطرابات موضوع النفسية المهمة إن حسب التصاقة بالوراثة أو حسب نسبة الوراثة فيها، فبيجينا أول شيء الفصام الوجداني. تقول لي شو الفصام الوجداني؟ الفصام الوجداني بسطر هو شخص بيجي أعراض فصامية، أي أعراض ذهانية، وبيجي بنفس الوقت بنجي بنفس الوقت أعراض وجدانية أو أعراض مزاجية. يعني شخص عنده بعاني من أعراض فصامية مع بفترات طبعا مع أعراض وجدانية. فهو هذا الفصام الوجداني
اللي هو أكثر التصاقا أو تلعب فيه الوراثي نسبة أكثر من 60-70 أو 75%. مين اللي بيجي بعده؟ هو البايبولر أو ثنائي القطب. يعني الأشخاص البايبولر أو ثنائي القطب، لما بحكي أنا على ثنائي قطب كأني بحكي على قطبين. ثنائي قطب يعني قطب موجب وقطب سالب. القطب الموجب هو النوبات الهوسية أو تحت الهوسية أو المينيا أو ما تسمى بالمينا أو الهيبومينيا، والقطب السالب عم بحكي على الدبريشن أو الاكتئاب. الذي يليه بالوراثة، إذا نرتب حسب الاتساق بالوراثة، الذي يليه هو الفصام أو سكيزوفرينيا. ومنه طبعا كتير طلاب ممكن اني هذا موضوع السؤال اني رأسا نشوف الفصام يتبادر على ذهنه اني الفصام هو اكثر مرض ملتصق بالوراثي. لا، هو ترتيبه الثالث من حيث الوراثي. بنجي موضوع الاكتئاب، الاكتئاب هو بعده. يعني اول شيء معناته الفصام الوجداني، ان الشخص بيجي اعراض فصاميه واعراض وجدانيه واعراض مزاجيه. الذي يليه هو ثنائي القطب البايبولر، اللي يعني معناته قطبين، قطب موجب اللي هو الهوس وتحت الهوس، والقطب السالب هو موضوع الاكتئاب. الذي يليه هو الفصام اللي حكينا عنه، ان الفصام اللي بيكون الشخص عنده اعراض مثل ما قلنا زهانيه او يعاني من اعراض زهانيه، اللي هي ممكن يشوف عنده ديليوجن، توهمات، هلوسينيشن، اضطراب موضوع في الكلام، اضطراب موضوع في السلوك، اضطراب قلنا في الوجدان في الافكت، اضطراب بالانسايت في البصيره، اضطراب في الججمنت في المحاكمه. فنشوف ان الفصام هو ليش انه مرض خطير او مرض مزمن ومرض من الامراض اللي كتير موضوع صعب، لانه بصير فيه عند الشخص بصير عنده خلل في بضرب كل المستويات اللي حكينا عنها. قلنا هل الاضطرابات المزاجية مرتبطة في حال وجود قصة عائلية مثل ما قلنا؟ هل يزداد احتمال الإصابة؟ طبعا مثل أي أن الاضطرابات المزاجية مثل أي اضطرابات، في حال وجود القصة العائلية تلعب موضوع دور أو تزداد النسبة. لما يكون مثلا عندك مثلا أحد الأبوين فرضا أني منصاب باضطراب مزاجي، فاحتمال إصابة الأبناء تكون أكثر ب10-25%. لما يكون كل الأبوين ممكن أن هالنسبة تتضاعف، أن لما كل الأبوين مصابين باضطراب مزاجي. مثل ما حكينا أن دائما الوراثة طبعا تلعب دور في زيادة نسبة الاحتمال بالاضطرابات النفسية. هلأ طبعا العوامل أو الشدات أو الستريس أو العوامل البيئية أو الضغوط الحياتية أو الضغوط الاجتماعية، أو شخص مثلا مثل ما قلنا هو تعرض موضوع لضغط للشدة، سواء كان بالانفصال، طلاق، وفاة، خسران، خسارة مادية، ظروف حياتية صعبة، مشاكل موضوع عائلية متفاقمة. هي كلها تعتبر مثل ما قلنا عوامل مطلقة للمرض، وليست مثل ما قلنا هي السبب. يعني أن من الأسباب، في عندي مثل ما قلنا أسباب الاضطرابات النفسية، هي الأمراض النفسية متعددة موضوع الأسباب، متعددة العوامل. فما بنشوف مثل ما قلنا سبب واحد هو للي يحدث الاضطراب النفسي. الشدات مثل ما حكينا، الشدات، الحرمان، الضغوط، موضوع الاجتماعي، هي عوامل مطلقة لأشخاص بكون عندها مثل ما قلنا استعداد للاضطرابات، موضوع الاضطرابات النفسية. مثل ما قلنا أي حدث ممكن يكون راد، ممكن أني هو يؤهب أو مؤهب لظهور الاضطراب النفسي، لظهور الاضطراب موضوع النفسي عند الأشخاص اللي بيكون عندهم مثل ما قلنا استعداد. لحد الآن في حدا عنده شيء؟ يعني شايفين أول شيء نحن دخلنا في تعريف، تقريبا تأخذنا بأرقام، بحسابات، بأسباب الإيتولوجي.
حدا عنده استفسار أو أي شيء قبل ما نكمل، استفسار أو مداخلة أو أي شيء أو تعليق قبل ما نكمل وندخل بالاضطراب بشكل اضطرابات اللي حكينا عنها؟ طيب إذا ما في حدا عنده شيء راح نتابع نحكي بشكل موضوع أساسي مثل ما قلنا عن اضطراب الاكتئاب الجسيم أو الكبير أو ما يسمى بالميجر ديبرشن. الميجر ديبرشن الاكتئاب، يعني إذا بس واحد تقول له عنده اكتئاب يعني شو بتبادر لذهنك؟ بتبادر موضوع لذهنك ان هذا موضوع الشخص مو مبسوط، هذا الشخص حزين، هذا الشخص يائس، هذا الشخص فاقد الامل، هذا الشخص في عنده اضطراب بالشهية، في عنده اضطراب بالنوم، في عنده فقد بالمتعة او ما يسمى بالانهيدونيا، في عنده لوم للذات، في عنده ممكن إن الشخص عنده اكتئاب، أني ممكن هو يفكر بالموت، صار أفكار معاودة على الموت، صار اللي هو يتمنى الموت، وممكن يكون عنده يصير عنده محاولات إنه يفكر تفكير موضوع انتحاري أو ينهي حياته، أو هو يحاول إنه ينهي حياته. طبعا إن هذا موضوع الشخص اللي عنده موضوع اكتئاب، فبده نشوف إجباري في عنده إهمال موضوع للذات، سحلة ما يسمى، نحن بنسميها سحلة موضوع اكتئابية، إن شخص عليه سحلة الحزن، سحلة الكآبة، سحلة اليأس، صوته كلامه قليل، نبرته منخفضة، في إهمال مثل ما قلنا موضوع للذات، ما بعود بروح بتحمم مثلا، ما بعود بروح عند الحلاق، ما بريد يلبس، ما بعتني بلباسه، ما بعتني بهندامه. فبنشوف ان هذا هي سحلة موضوع سحلة موضوع الاكتئاب او اعراض موضوع اعراض الاكتئاب. يعني من الاكتئاب، من اسمه مثل ما حكينا، إذا أن شخص عنده اكتئاب، هذا بتبادر لذهنك لأني هيك شكل أو الأعراض اللي بعاني منها موضوع الشخص اللي عنده ديبريشن أو اللي عنده موضوع اكتئاب. طبعا الاكتئاب هو الاكتئاب هي الأعراض اللي شفناها أو اللي حكيناها. في له الاكتئاب موضوع، في له درجات، مو كل الأشخاص اللي عندهم موضوع اكتئاب هن بكون عندهم الأعراض موضوع شد الأعراض موضوع شديدة، وكل الأعراض طبعا تكون موجودة. لأن الاكتئاب في اكتئاب خفيف أو ما يسمى بالمايلد، في اكتئاب متوسط المدرئة، وفي اكتئاب بكون سيفير شديد أو ما يسمى اكتئاب شديد أو اكتئاب مثل ما قلنا جسيم. طبعا الاكتئاب لما الشخص اللي عنده ديبرشن أو اللي عنده اكتئاب، هذا بخلي اللي بصير عنده بطاقة بكل شيء، يعني بطاقة نفسية حركية، حركته كتير موضوع بطيئة، بتلاقي حتى موضوع تركيزه ما في عنده، بعود موضوع تركيزه، بشرد، بنسى، ما في عنده موضوع تردد، في عنده تعب، بقول لك هو دائما بقول لك تعبان، بتقول له يعني اني او نحن بنساله او اللي حواليته بيسالوه طب ليش تعبان؟ انت ما بتشتغل شيء مثلا، صار لك بهي الحاله مثلا، صار لك 20 يوم، صار لك موضوع شهر، ايه برا البيت ما بتطلع، لسه بتقول لي تعبان، من ايش تعبان؟ هي من اعراض المرض، يعني هو بقول لك التعب لاقل موضوع لأقل مجهود، يعني أي شغلة هي بتحسها موضوع، هي شغلة بسيطة وشغلة موضوع خفيفة، بس الشخص اللي عنده اكتئاب هو بشوفه قد الدنيا. يعني مثلا إني ست البيت فرضا تقول لي أنا باكل هم، باكل الموضوع هم، طبعا عنده ديبرشن، باكل هم إني شلون بدي أروح أسوي فنجان قهوة لجوز الصبح، لما تكون طبعا في حالة الإبيسودس، في حالة الهجمة موضوع الاكتئابية، طبعا بتهمل بيتها، بتهمل موضوع ولادها، ما بتعود
وتكون قادر على ترتيب البيت، ما بتعود قادر على اني تفيق اولادها وتلبسهم وتبعتهم على المدارس، ما بتعود قادرة اني تقوم مع بالطبخ، لاني خلال موضوع الهجمه بيعتمدوا على الاكل الموضوع الجاهز او بيروحوا بياكلوا عند كانت هي موضوع سيكن هي وبيت حماها بنفس البناية، بتقاتلي الأولاد ونحن بياكلوا وبشربوا خلال هاي فترة الهجمة بتاكل عند حماتها. فالاكتئاب هو شغلة موضوع كتير موضوع مثل ما قلنا كبيرة أو خطيرة، لما طبعا بتكون الاكتئاب يكون درجته مثل ما قلنا وشدته يعني كبيرة. طبعا قلنا اضطراب بالنوم، لأن الاضطراب بالنوم هو بصير الشخص أما ما بنام يعني غير قادر على موضوع الدخول بالنوم، بتقل عدد ساعات نومه، أو اللي هو بصير عنده نوم متقطع أو استيقاظ قبل الموعد المعتاد بتقريبا من ساعتين لأربع ساعات، وما بعود بقدر اللي برجع بنام مرة تانية. يعني مثلا شو اضطراب النوم اللي بيكون عنده؟ مثلا شخص كان في الأحوال الطبيعية لما كان نورمال، لما كان موضوع طبيعي قبل ما يعاني من أعراض الاكتئاب، كان مثلا بنام الساعة فرضا بنام الساعة 11 بصحى الساعة 4 أو 5 بصلي، بعدين بنام موضوع ساعة أو ساعتين قبل ما ينزل على شغله أو على دوامه. لما بتكون بصير عنده اكتئاب بتلاقي هو ما عاد يقدر ينام للساعة 10 أو الساعة 11 مثل ما كان أولي، صار يعاني صعوبة موضوع في ما بقدر بنام بهذا الوقت، صار للتنتين للثلاثة ما عاد يجي نوم تمام. أو مثلا إذا نام الساعة 11 إني بصحى مثلا، هو كان تعود يصحى الساعة 5 إني هو بصحى الساعة 2 أو الساعة موضوع 3 وما بعود بيعرف ينام، يعني بصحى الساعة 2 وخلاص ما بقى يقدر يرجع ينام، أو إني بنام في بنام له ساعة ساعتين برجع بستيقظ، بنام ساعة ثلاث ساعات برجع موضوع بستيقظ. طبعا اني هو ما يرافقه طبعا من النوم اللي ممكن يكون احلام كوابيس. وقلنا اضطراب النوم لاني هو بكون على شكل اما بقل نوما مثل ما حكينا، او ممكن اني نام فترات طويلة، يعني بنام فترات طويلة اللي هو بصير بنام أكثر من 16 ساعة باليوم، بال 24 ساعة بقول لك أمه ولا بقول لك زوجته إني طول النهار نايم، طول النهار والليل نايم، اللي بنام تقريبا مثل ما قلنا أكثر من 16 أو 18 ساعة باليوم. طبعا الأشياء هو قلة النوم، الأشياء هو قلة النوم وليس زيادة النوم. اللي بقول لك 10-20% من الأشخاص صير عندهم زيادة بالنوم، وتقريبا 90% بصير عندهم اضطراب بالنوم على شكل قلة في النوم. طبعا في اضطرابات موضوع بالشهية، ان اضطراب بالشهية اما بتخف شهيته على الاكل، خفت موضوع الشهية بقول لك ما بقى يشتهي ياكل، ما عم يشتهي ياكل، وهذا الاشياء 90% بصير عنده قلة في الشهية، وال10% ممكن تصير عندهم نهم او زيادة موضوع في الشهية، يعني بصير عندهم شراهة، بصير بياكلوا كتير، بصير موضوع بياكلوا كتير. فمنشوف انه قلنا هو معناته ان تبدلات موضوع بالشهية واضطراب بالشهية، لاني اللي بصير في قلة في الشهية عن 90% من الاشخاص اللي ما بياكلوا، ونقص الاكل طبعا بتقول لك نقص يرافقه نقص بالوزن، و10% ممكن يصير عندهم هن زيادة موضوع في الشهية أو ما يسمى بالنهم أو الشراهة. طبعا اللي شلون منقول منستدل يعني نحن على تبدلها شيء، بقول لك يا دكتور إن أغراضها ما عاد يجوا عليها، يعني هي خلال هالفترة الشهر اللي عم تعاني من حالة موضوع الاكتئاب وضعفان، صاير نص أو إني تيابه صاروا فاضين عليها، أو اللي بتحسه صار جلدي وعظمي هيك يعني بالحرف، وقولوا لك اللي لما بشرحوا لك اللي عن الأعراض أثناء موضوع الهجمة. طبعا اللي حالة موضوع الاكتئاب رافقة كمان مشاكل في الناحية موضوع الجنسية، اضطراب بالوظيفة موضوع الجنسية، ضعف الرغبة،
اضطراب بالدورة الطمسية، ممكن حتى يكون موضوع الاكتئاب اللي هو سبب من أسباب حتى موضوع العقم وعدم الإنجاب. ممكن أشوف اكتئاب اللي ترافق الاكتئاب مع أعراض موضوع جسدية. يعني شو أعراض جسدية؟ يعني ممكن الشخص اللي عنده اكتئاب يصير يشكي من آلام أو شكايات جسدية غير مفسرة، يعني راسي عم يوجعني، بطني عم توجعني، راسي موضوع عم يوجعني، آلام بطنية أو آلام معدية غير موضوع مفسرة، أو صداع أو إلى آخره. بشوف إنه ممكن يشكي الشخص من مثل ما حكينا من شكايات، من شكايات موضوع جثة، من شكايات جسدية. طبعا إن موضوع اكتئاب معناته الأغلب هو اللي بطاقة نفسية حركية، تعب لأقل مجهود، كسل، خمول، بقول لك ما 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 عندي ما عندي الرغبة أو القدرة إني أقوم، مثلا لا ليش ما بتقومي، ليش ما بتتحركي، أو ليش ما بتحرك، ليش ما بتنزل على الشغل، بقول لك ما عندي موضوع قدرة، عم بحس موضوع بتعب، فإني نشاط النفسي الحركي مثل ما قلنا بنشوفه أكثر، وهو بكون على شكل مثل ما قلنا بطاقة نفسية حركية. مثل ما قلنا إن أهم أسباب الانتحار أو السوسايد هو الاكتئاب. 50 لـ 70% من الأشخاص اللي يقدموا أو أقدموا على الانتحار كان سببه هذا الانتحار هو موضوع الاكتئاب. فالاكتئاب ممكن أن يترافق مع أفكار موضوع انتحارية أو خطط انتحارية أو محاولات موضوع انتحارية. وطبعا وجود اكتئاب مع انتحار أو أفكار انتحارية أو محاولات انتحارية أو خطط للانتحار، فمعناتها الاكتئاب، هذا الشخص قدام اكتئاب، نحن قدام اكتئاب شديد أو جسيم. تمام، أنت قدام اكتئاب شديد أو جسيم. هي عموما اللي الأعراض موضوع الأساسية اللي بنشوفها عند الشخص اللي عنده دبرشن أو عنده موضوع اكتئاب. فمنقول شو الأعراض إذا سوينا ريفيو سريع أو تلخيص للأعراض السريرية بنشوف على المريض الاكتئاب، أن اكتئاب معناته هو اضطراب بالمزاج، مزاج منخفض، مزاج حزين، فقد موضوع بالمتعة، اضطراب موضوع بالشهية، اضطراب بالنوم، اضطراب بالوظيفة الجنسية، لوم للذات، بطاقة نفسية، موضوع بطاقة نفسية، بطاقة نفسية حركية، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على الانتباه. مثل ما قلنا ممكن نشوف شكايات جسدية غير مفسرة، وهي ممكن تضيع كتير موضوع الأطباء أو حتى أهل المريض، اللي بروحوا مثلا والله بتشكي من راسها، بقى بروحوا ما بخلوا دكتور عصبية أو دكتور داخلية بعرضوها عليه، أو إن هي بتعاني مثلا معدة أو أمعاء، كمان نفس الأمر، من معدة من أمعاء كمان ما بخلوا دكتور داخلية أو هضمية إلا بعرضوها عليه، أو إن في ضيقة نفس أو شيء كبس على نفسها صدري وإلى آخره، وهي يكون مشكلتها مثل ما قلنا اكتئاب، لأن الاكتئاب مثل ما حكينا بترافق كثير مع شكايات موضوع جسدية، قلنا بطاقة نفسية حركية، أفكار موضوع انتحارية وهي أخطر شيء إذا كانت موجودة، لأن قلنا من أهم أسباب الانتحار أو 50 لـ 70% من الأشخاص اللي انتحروا كان عندهم اكتئاب. هي في الأحوال العادية. إذا الاكتئاب كمان صار شديد، مثل ما قلنا لما بنشوف اكتئاب وعندك مع الاكتئاب عندنا أفكار موضوع انتحارية أو محاولات انتحار، في الاكتئاب شديد كذلك الأمر، أن الاكتئاب ممكن أن يبدأ بالأعراض اللي حكيناها، ولما بتزداد شدة الاكتئاب صير عندي ما يسمى بالأعراض الذهانية. يعني شو شخص عنده صار عنده أعراض اكتئابية أو دخل في الهجمة الاكتئابية، وزاد موضوع حدة الاكتئاب، فصار يصير عنده تخيلات أو توهمات، اللي هو اللي توهمات سواء كانت توهمات العدمية
اللي هو شخص اللي في شيء عضو من أعضاء جسمه ما عم بيشتغل، هو مثل ما أنه هو مسؤول عن كل شيء مصيبة وكل شيء كارثة في العالم هو المسؤول عنه. هو شخص اللي راح يموت من الجوع، أو اللي يديج أولاده، أو أولاده ما دي يلاقوا شيء يأكلوه، أو حق موضوع أكل ما عاد شو اسمه يلاقوه شخص ولا شيء. تمام، فهي من الأعراض مثل ما قلنا، لما بزيد شدة الاكتئاب، لما بزيد شدة الاكتئاب ممكن أن يترافق مع أعراض ذهانية، ولما بترافق مع أعراض ذهانية اللي مثل ما هي مثل ما حكيناها أن هي التوهمات، أو حتى موضوع الإهلاسات واليوجن أو الانخداعات، بنشوفه أن هذا اكتئاب، مع بنشوفه أن هو بنقول عنه اكتئاب نفاسي، أو أن اكتئاب مترافق مع أعراض ذهانية، وهو طبعا بكون درجة الاكتئاب شديدة. هلا شو هي الكراتيريا حتى أو المعايير اللي حتى أشخص عندي اكتئاب؟ لازم أول شيء إني بنشوف 5 أو أكثر من هاي الأعراض اللي حكيناها، 5 أو أكثر من الأعراض، اللي مثل ما قلنا تبدلات في الشهية، تبدلات في الرغبة الجنسية، تبدلات تبدلات في النوم، البطاقة النفسية الحركية، الأعراض موضوع الجسدية، اللوم الذات، الأفكار الانتحارية، إلى آخره. بدي 5 على الأقل من هاي الأعراض، المدة أو الديوريشن على الأقل أسبوعين at least. وطبعا مثل ما حكينا، ما بقدر بقول إن في عندي اضطراب ما لم يكن في هناك امباكت. الامباكت هو مثل ما قلنا يكون عندي خلل في الأداء، سواء كان الاجتماعي أو المهني أو الأكاديمي. يعني إني هذا الشخص اللي عنده اكتئاب ما بقى يروح على جامعته، ما بقى يحضر محاضراته، ما قدم مواده، ما عاد يقدر يركز، ما عاد يقدر يدرس. الشخص اللي عنده اكتئاب صار عنده خلل في الأداء الوظيفي أو المهني، ما عاد ينزل على وظيفته، ما عاد ينزل على موضوع شغله، صار موضوع انعزل موضوع اجتماعيا، مما اجى ما عاد يستقبله، ما عاد يروح على الجامع، ما عاد يطلع برا البيت، ما عاد اذا في مناسبة موضوع اجتماعية كان موضوع دائما يروح يجي عنده رفقة يروحوا يسهروا، ما عاد ان هذا الامور كلها قطعة، وبرك موضوع الاعتزال موضوع في بيته. ففي ان موضوع صار خلل، يعني صار موضوع خلل بنتيجة هاي الأعراض. قلنا المعايير لازم يكون طبعا 3 محققة حتى أقول إن هذا الشخص صار عنده اكتئاب، معناته 5 على الأقل أو أكثر من الأعراض اللي حكيناها، المدة ديوريشن على الأقل 15 يوم أو أسبوعين، ومثل ما قلنا في امباكت في هاي الأعراض عم تساوي تأذي أو خلل، أو خلال موضوع واضح موضوع في الأداء. هلا بنيجي على الأشكال السريرية مثل ما قلنا للاكتئاب. بكفي إني أنتوا تعرفوا موضوع الأسماء، يعني نحن حكينا مثل ما قلنا على الاكتئاب بشكل عام. هلا بيجيك الأشكال السريرية، في اكتئاب بقى، في الاكتئاب الناكس أو ما يسمى المعاود recurrent، الاكتئاب الاضطراب الاكتئاب الناكس، يعني شخص بكون عنده مر بحالة أو بهجمة اكتئابية، بعدين برجع للخط السواء، برجع إني سوي 100%، برجع بنكس مرة تانية، برجع بنكس موضوع مرة تانية، برجع لخط السواء أو ما يسمى إني زوال الأعراض، وبرجع يعني شخص مثل ما كان قبل النوبة. هو برجع بنكس مرة تانية. في الاكتئاب المقنع والاكتئاب الضاحك، في الاكتئاب اللي ما يسمى بالاكتئاب السيسيونال أو ما يسمى بالاكتئاب الفصلي، وفي الاكتئاب اللي بنشوفه عند المسنين، اللي هو طبعا الاكتئاب عند المسنين اللي بدخل كتير في تشخيص تفريقي مع الديمنشيا أو العتاهة أو العتاهة، لأني بشوف سيطرة للاضطرابات الكوجنيتيف أو الاضطرابات المعرفية، اضطراب الذاكرة الميموري أو الجيجمنت أو المحاكمة أو التفكير. فبتحس إن المريض اللي عنده المسن طبعا اللي عنده اكتئاب كأني
ممكن ما تعرف إن هذا عنده اكتئاب ولا إن عنده خرف. اللي بيميز بيناتهم هو إن الاكتئاب طبعا هي إصابة قابلة للتراجع لما بنعالج الشخص أو المسن أو جينياتريك بنعالجه، فبنشوف إن هو رجع مثل ما كان، بينما بتعرفوا إن الخرف هي إصابة غير عكوسة وهي إصابة تزداد مع تقدم العمر، تزداد تدريجيا مع تقدم العمر. فبنشوف إذا كان اكتئاب هو رح يتحسن ويرجع مثل ما كان، يتحسن يعني عنده الذاكرة، تحسن عنده المحاكمة، يتحسن تركيزه، بينما إذا كان ديمنشيا فأكيد ما رح يتحسن طالما مريض الخرف. فبنشوف إن الإصابة بتكون عنده غير مثل ما قلنا غير عكوسي. طبعا في الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب السوداوي، وفي الاكتئاب الناجم عن الأدوية، يعني اللي خصوصي اللي بياخدوا موضوع الأدوية بالاضطرابات طبعا أو الأمراض المزمنة، خصوصي خافضات معروف عنها مثل خافضات الضغط الشرياني هي بتسبب اكتئاب. تعرفوا اللي عنده ارتفاع توتر شرياني بياخد أدوية الضغط بشكل زيادة طول عمره. فوجدوا ان خافضات الضغط الشرياني وخصوصي حاصرات بيتا اللي هي بتسبب الدمنش بتسبب الدبرشن. طبعا كمان عندك حبوب منع الحمل، عند حبوب منع الحمل عند اللي بياخدوها النساء بشكل ممكن بشكل مستمر، أيضا أن تترافق بالقلق والاكتئاب. إذا جينا عن differential diagnosis أو ما يسمى اللي إذا أجاني شخص عنده أعراض الاكتئابية اللي حكينا عنها، شو ممكن أنا أحط تشخيص تفريقي؟ شو ممكن أحط تشخيص تفريقي لشخص يعاني من أعراض موضوع الاكتئابية اللي حكينا؟ أول شغلة ودائما نحن بالنسبة سيكاتريست أو أطباء نفسيين اللي لازم ننفي الاضطرابات الغدية، وخصوصي اضطرابات قصور الغدة الدرقية، قصور الغدة الدرقية لأن المرض اللي عنده قصور في الغدة الدرقية اللي بيعطيك أعراض نفس أعراض الاكتئاب تماماً. فبدخل في تشخيص التفريقي لمرضى الاكتئاب مثل ما حكينا قصور الدرق، الديمنشيا حكينا عنه خصوصي أو الخرف خصوصي، إنه مثل ما قلنا لما نشوف اكتئاب عند كبار السن أو عند المسنين. طبعا إني بنشوف لما في عندي حالات العصبية سواء كان التيومر أو الانفرانكشن أو الاحتشاءات أو الملتبر سيكلوزس أو ما يسمى التصلب المتعدد أو الباركنسون اللي هي بترافق موضوع مع الاكتئاب. فنحن إذا حطينا تشخيص تفريقي موضوع الاكتئاب اللي لازم يضل في بالنا تشخيص تفريقي، لأن الاكتئاب مثل ما حكينا اللي ممكن هو يختلط كتير مع كتير أمور، الأدوية اللي حكينا انخفاضات الضغط، الموانع الحمل، الكورتيزونات أو الكورتيكوسترويدات، فممكن إن هي كلها تدخل في تشخيص تفريقي مع الاكتئاب. طبعا الأمراض النفسية اللي شخص القلق والاكتئاب كتير بترافقوا مع بعض، إن هذا الشخص عنده قلق ولا عنده اكتئاب، شخص عنده وسواس قهري، إذا الشخص عنده وسواس قهري ممكن يجي كمان موضوع يعاني من اكتئاب، شخص عنده ممكن شخص عنده فصام وفي شيء اسمه اكتئاب ما بعد الفصام. فإن كمان الأمراض النفسية، في بعض الأمراض النفسية اللي ممكن اني اللي ممكن اني تدخل في تشخيص تفريقي بينه وبين الاكتئاب. هلا في شيء طبيعي اللي هو ما يسمى بالبريفمنت، البريفمنت او ما يسمى ارتكاس الاسى والحداد، اللي هو يعقب الخساره، يعقب الموضوع الخساره او الفقد، اللي شو بفرقه عن موضوع الاكتئاب، عن موضوع الاكتئاب. طبعا انتكاس الاسى او الحداد هو شيء موضوع طبيعي، والجريف اني خصوصي بعد
الخسارة أو مثل ما أنه فقد عزيز، أن طبيعي الناس تحزن أو طبيعي أن يصير شخص عنده موضوع حزن. طب إيمت بقول هذا شيء طبيعي وإيمت بقول اكتئاب؟ اللي هو شيء بيجينا المدة، طبعا المدة إذا كانت بعد فقد عزيز، إذا استمرت موضوع الأعراض أكثر من 6 شهور، معناته هذا ما عاد شيء طبيعي. يعني ما معقول إن شخص بحزن أو إنه يصير عنده ارتكاس الأسى أو الحداد إن يطول بقول لك أكثر من 6 شهور. هو بقول لك عادة إن ما لازم يطول أكثر من شهرين، يعني أكثر موضوع من شهرين لازم ما هي اللي هاي الأعراض اللي هي شبيهة بأعراض الاكتئاب تستمر أكثر من شهرين. استمر أكثر من شهرين أثر فقد عزيز، بنقول هذا الشخص ما عاد عنده أسى، صار عنده اكتئاب. مو طبيعي طبعا إن الشخص اللي فقد عزيز، كل شخص فقد عزيز يروح يفكر في الانتحار، يعني لازم ما يكون في تفكير انتحاري. طبعا مو طبيعي ان الشخص اللي فقد عزيز او تعرض موضوع لخسارة او فقد ان يصير عنده توهمات ويصير عنده إهلاسات. مو طبيعي ان الشخص اللي عنده ارتكاس موضوع أسى او فقد عزيز ان هو مثل ما قلنا ان هو يروح مثلا ان دائما ينحبس في بيته وما عاد يروح يشتغل ولا عاد ينزل على سوق ولا عاد يروح على مكان عام. يعني ان هو اذا في حال وجود خلل شديد في الوظائف الاجتماعية والمهنية، او يتعطل عن وظيفته او مفصول من شغله بعد ما فقد عزيز، فقد ابوه، فقد امه، فقد مثلا احد ابنائه، اللي هو صار حبيس المنزل وما عاد لا يروح ولا يجي وفصلوه فصلوه من الشغل، او انه اجتماعيا بطل يطلع برا البيت بعد هذا. هذا اكيد اني ما هو طبيعي، ان هذا نحن نقول ان هذا ارتكاز طبيعي بعد هاي الخسارة. طبعا ما في شيء ابدا، ما في عندنا ولا فحص من الفحوص المخبرية والاستقصائية بأكد الاكتئاب، وكل موضوع ابحاث. يعني دائما مثل ما حكينا نحن الاضطرابات موضوع السريرية هي تشخيصها، او القصة السريرية هي العمود الفقري للتشخيص. فما في أنا عندي أي تحليل ممكن إن هو يروح يشخص لي مثل ما إنه يشخص لي موضوع اكتئاب. ما في بالنسبة للفحوص أو التحاليل المخبرية، خلينا نقول ما في إن أي تحليل أو فحص مخبري ممكن هو يشخص لي الاكتئاب. هلا تقريبا استعرضنا بشكل خلينا نقول شوي سريع بالنسبة للاضطراب الاكتئابي، لاضطراب موضوع الاكتئابي الجسيم. حدا عنده أي سؤال عن هذا الموضوع قبل ما ندخل في موضوعنا المهم الثاني اللي هو البايبولار أو الاضطراب ثنائي القطب؟ حدا عنده أي استفسار بالنسبة للاكتئاب؟ شغلة، الاكتئاب مثل ما قلنا من أهم الاضطرابات السريرية، والاضطرابات السريرية الشائعة، وممكن بصير فيها خلط كتير عند موضوع الأشخاص، اللي والله أي شخص بقول له ها معك اكتئاب، أو كأني حالتك اللي عندك موضوع مثل ما قلنا عندك شو اسمه عندك اكتئاب. أي شيء أو سؤال أو استفسار بالنسبة للاكتئاب قبل ما ندخل بالاضطراب الثاني المهم اللي هو ثنائي القطب؟ أي استفسار أو سؤال؟ الله يعطيك العافية دكتور. دكتور، سؤال حياكم علاقة الله. أكثر الأمراض المزمنة بتصير بترافق باكتئاب، يعني أكثر بياخذوا مثلا أدوية أمراض مزمنة أو غيره بيدخلوا مرحلة اكتئاب، ممكن دكتور يكونها اختلاط من اختلاطات مثلا الأمراض أو شيء ثاني؟ لا، بقول لك نسبة انتشار مثل ما قلنا الاكتئاب عند عموم الناس هو مثل ما قلنا من 2 لـ 4% أو من 4 لـ 5%. هاي النسبة تزداد لحوالي 30 لـ 40% لما الشخص بعاني من مرض مزمن. يعني الأشخاص بعانوا من أمراض مزمنة، هاي النسبة تصور من 4 لـ 5%،
بتنط لتصير 40% لما الشخص عنده مرض مزمن. يعني مثل ما أنه يعني تصور شخص عنده تيومر، عنده ورم، أو عنده بيضات دم، أو عنده لمفومة، أو عنده مرض بيعرفه هذا موضوع المرض، اللي ومعروف أن هذا المرض ما فيه شفاء، شلون تكون نفسيته، شلون يكون حاله، شلون يكون نظرته للمستقبل، شلون بده يكون موضوع أكله، شلون يكون نومه. وجدوا اللي عنده مثلاً اللي مثل ما أن شخص عنده إبليبسي، عنده صرع، وهذا يعرف أن موضوع الصرع هو مرض مزمن مستمر، بياخد الأدوية فترات طويلة، وممكن ياخد الأدوية طول عمره، وبقع موضوع بتجي النوب وين ما كان، وممكن تجي مثل ما قلنا بالشارع، هو نايم قدام أولاده قدام الناس في الجامع، وإلى آخر شو ممكن تكون نفسيته، شو ممكن يكون وضعه، شو ممكن يكون تأثير هذا المرض على حالته النفسية. بقول لك أن هدول الأشخاص بعانوا موضوع من الاكتئاب نسبة 40%، يعني نتيجة مرضه، نتيجة الأمراض مثل ما قلنا المزمنة، أو المرض المزمن يكون بعاني منه. فمثل ما قلنا بالأحوال العادية أن الاكتئاب نسبة انتشاره هو 4-5%، يعني ممكن كل 100 شخص في عندي 4 أشخاص عندهم اكتئاب، هاي النسبة بتوصل ل40%، يعني طبعا بشكل وسطي 40-50% في حال الشخص عنده مرض مزمن أو أمراض مثل ما قلنا الخباسات، أو الأمراض اللي ما فيها موضوع معروف أن هي أمراض مزمنة وما فيها شفاء. تمام. نعم دكتور، الله يجزيك الخير. حياكم الله. أي سؤال تاني بالنسبة للاكتئاب؟ الاكتئاب مثل ما قلنا لأنه مرض كتير شائع، وعندنا كتير هو بالداخل موضوع باختلاطات موضوع كتيرة، أو مع حتى مع الأمراض مثل ما قلنا الأمراض النفسية. أي سؤال عن موضوع الاكتئاب؟ طيب إذا ما في شيء رح نحكي عن أمر مهم تاني من ناحية طبعا من الاضطرابات النفسية، الاضطرابات ما يسمى بثنائي القطب أو البايبولار. من الاسم مثل ما قلنا من الاسم تاخذوا أن الاضطراب البايبولار أو ثنائي القطب، اللي كأني بحكي على شغلتين، أو أن الشخص بيجي شغلتين، اللي هي البايبولر أن ثنائي القطب بيجي شغلتين، إما قطب موجب اللي هي موضوع الهوس أو تحت الهوس، والقطب موضوع السالب اللي هو النوب الاكتئابية، وبيناتهم برجع شخص طبيعي بين الاكتئاب وبين الهوس، أو تحت الهوس بيجي برجع موضوع الشخص طبيعي. هلأ مثل ما حكينا أن في نمطين، هو البايبولر أو ثنائي القطب بايبولر 1 وبايبولر 2، نمط أول ونمط ثاني. ما كتير موضوع مهم، بس تعرفوا أن النمط الأول هو بشكل أساس هو هوس، بس نشوف هوس فهو نمط أول، اللي تحت الهوس مع الاكتئاب الجسيم فهو نمط موضوع تاني. هلأ إيش بفرق الهوس عن تحت الهوس؟ طيب هلأ بس خلينا نخلص الأذان بعدين نكمل. تابع انتم معي مو هيك؟ ايه حكيم، ايه معك. تمام. مثل ما قبل ما نتوقف، ان البايبولر معناته عم نحكي على شغلتين،
وهل شغلتين انهن ايجابي وسلبي؟ يعني الايجابي انه هو الهوس او تحت الهوس، والسلبي هو موضوع الدبريشن او الاكتئاب. النمط الاول ان البايبولر نمط اول لازم يكون فيه هوس، والنمط الثاني يكون فيه تحت هوس او هيبومينيا. شو بفرق الهوس عن تحت الهوس، او شو اعراض الهوس بالاصل؟ لتسهيل وتقريب الامور، اني اذا انت جيب، نحن حكينا مريض الدبريشن او الاكتئاب، اذا جينا عكسنا اعراض الاكتئاب تطلع عندي هوس. يعني بقول لك هلا اللي بيعمل معروف العاميه اني الهوس، والله شخص عنده هوس مثلا بالنظافه، عنده هوس بالترتيب، عنده هوس موضوع باشياء معينه. هلا هذا مو هوس، مو هوس اللي نحن نحكي عنه، او ما هو هذا الهوس المقصود فيه من الناحيه العلميه، المانيا او الهوس، هذا اسمه وسواس وليس هوس. وناس كثير طبعا تخلط بين مثل ما قلنا الهوس والوسواس. الهوس اللي بدنا نحكي عنه هلا بدنا نشوف شو هي اعراض الهوس المقصود بكلمه الهوس. بينما اللي والله عنده هوس بالنظافه، عنده هوس بالترتيب، عنده هوس باقتناء موضوع اشياء معينه، او هاي ما اسمها هوس، هذا اسمه وسواس. الهوس معناته ان شو هو الهوس اللي عم بنحكي عنه او المانيا. اذا نحن قلنا لتقريب الأمر، إذا عكست الأعراض الاكتئابية تطلع عندك الأعراض الهوسية، أو الأعراض بطلع عنا مريض الهوس. وبتشوف أني نحن حتى أثناء سؤالنا المرضى اللي عندهم بايبولر، لما نسأل عن أعراض النوبة الثانية، مثل ما أنه هو مثلا ممكن يجيك نوبة اكتئابية، بدي أعرف إن هو مريض بايبولر أو ثنائي قطب، لازم يكون معناته في عنده صوابغ وفي نوبة هوسية. بنقول له طيب إني أجاء أعراض عكس هاي الأعراض اللي بعاني منها، يعني عكس هاي الأعراض اللي بعاني منها، يعني هلا هو جينا بأعراض اكتئاب، إني مزاج منخفض، مزاج حزين، إني مرت عليه فترة صار مزاجه إني مبسوط وفرحان ومع قلبه شر وهيك مقبل على الحياة وعنده اندفاعية موضوع للحياة، صار عنده إني هو صار إني مثل ما إنه مريض الاكتئاب يكون عنده بطاقة نفسية حركية، صار عنده فرط نشاط نفسي حركي، أو صار يتحرك كتير وصار يشتغل كتير، وصار إني هو متفائل وإلى آخره. طيب مريض موضوع الاكتئاب يكون عنده نقص مثل ما قلنا، أو إما عنده اضطراب النوم، إما نقص الحاجة للنوم، إنه يكون عنده اضطراب النوم على شكل اللي ما بنام، ما بنام أو بنام كتير، صار عنده إني ما عاد ينام، إني مريض الهوس، بصير عنده نقص الحاجة للنوم، يعني بالأربع وعشرين ساعة بنام من 2 لـ4 ساعات فقط، ورغم إني هو بنام من 2 لـ4 ساعات فقط بالأربع وعشرين ساعة، بتشوفه هو في قمة النشاط وقمة الأداء وقمة الحركة. يعني اني بتقول الشخص اللي ما بنام او بجي عليه موضوع فترة طبعا يوم يومين ثلاثة ما بنام، اني بتلاقيه اني هو عنده خمول، تعب، تركيز وصفر، بتعيفه شوي بنام. بينما مريض الهوس رغم اني هو عنده نقص الحاجة للنوم من 2 لـ4 ساعات، يعني بالأربع وعشرين ساعة اني بنام، بس بكون في قمة النشاط والحيوية. مريض الاكتئاب بكون عنده ضعف، أو مثل ما قلنا انعدام بالرغبة الجنسية. بالعكس هذا بكون عنده مريض موضوع الحواس، بصير عنده زيادة أو شبق موضوع جنسي، أو زيادة في الفعالية موضوع الجنسية، زيادة موضوع في الفعالية موضوع الجنسية. مريض مريض الاكتئاب بتسحب منه الكلمة سحب، أو بصير عنده قلة بالكلام أو بطاقة ونقص في النبرة، وكلامه موضوع هادئ وقليل وعم تسحب الكلمة منه سحب. بينما المريض اللي بيكون عنده هوس بصير بحكي كتير، لدرجة انه يصعب مقاطعته، يعني بيستلم الحديث من اول وموضوع من اوله لاخره. بكون عنده موضوع زيادة مثل ما قلنا، زيادة في معدل وسرعة موضوع الكلام. مريض الاكتئاب
بكون عنده يعني اكتئاب انا ولا شيء، بلوم حاله، نقص في تقدير الذات، السلف استيم عنده في الارض، نازل في الارض، انا ما سويت شيء، انا ولا شيء، انا بموت اذا متت ورحت ما حدا بحس فيني، انا اصلا شو سويت شيء كويس بهالحياة، او شيء موضوع اني يتذكروني فيه، او شيء موضوع ايجابي. بين المريض اللي بكون عنده هوس، بكون موضوع عنده هوس، بنشوف انه هو عنده فرط ثقة موضوع بالنفس لدرجة انه ممكن يوصل لافكار عظمة، وممكن في بعض الاحيان اللي هاي الافكار العظمة توصل لتوهمات عظمة، يعني انا بفهم بكل شيء، انا بعرف كل شيء، انا سويت كل شيء، انا نبي، انا ملك، انا غني، انا يعني بكون عنده، بصير عنده توهمات مثل ما قلنا، توهمات عظمي. فشايفين ان مريض الهوس او اعراض الهوس مثل ما قلنا ان في خلط بها فيها بين مريض مثل ما قلنا بين الهوس والوسواس، والهوس اللي نحن مقصود فيه هو عكس أعراض الاكتئاب. يعني إذا عكسنا مثل ما قلنا أعراض الاكتئاب بطلع عندي أعراض الهوس، مزاج منخفض معناته مزاج مرتفع ومزاج منتشي ومزاج ممدد، نقص مثل ما قلنا هون انخفاض تقدير موضوع الذات، والسلف استيم عنده في الأرض، هذاك عنده فرط ثقة بالنفس، وبصير أنه ممكن يوصل لتوهمات عظمي، هون عنده ضعف في الرغبة بموضوع الجنسية أو الفعالية الجنسية، هذا عنده زيادة في الفعالية بموضوع الجنسية، هذا عنده نقص بالكلام، هذا هو مصير عنده سر كلامي أو صعوبة في مقاطعته، في مقاطعته الشخص، في عندنا صعوبة في مقاطعته. طبعا بدخلوا كمان في شيء اسمه عدم تصميم اجتماعي، يعني شو عدم تصميم اجتماعي، بصير عنده اللي بكسر الحواجز، يعني ما في مشكلة، يعني هو شخص ممكن اني مثل ما انه ينادي الطبيب باسمه، ابوي يقول له موضوع باسمه، شوف شخص كبير او مميز، يعني اني شخص له قيمته، له قدره مثلا بالمجتمع، ممكن يمزح معه ويمازحه، او اني نادي موضوع باسمه بشكل اني هو بكسر مثل ما انه بكسر الحواجز. تمام، هاي أعراض موضوع الهوس. معناتها أن الشخص اللي عنده بايبولر بصير عنده بزخ، أو بصرفوا مصاري مثل ما بقولوا بالعامية، بشي بطعمي بشي بكتير من دون طعمي، يعني اللي بصير بصرف موضوع المصاري على شغلات تافهة، أمور تافهة، وأمور ما ضرورية. تمام، فهدول الأشخاص اللي عندهم مثل ما قلنا اللي عندهم هوس. الأشخاص اللي عندهم موضوع مثل ما قلنا البايبولر، إما بيجي هيك اكتئاب مر فترات طبيعي برجع، ممكن بدخل بنوبة هوسية، أو بدخل بنوبة مثل ما قلنا تحت هوسية إذا كان بايبولر من القطب النمط الثاني. طب إيش قلنا بفرق الهوس عن تحت الهوس؟ الهوس عن تحت الهوس يعني المانيا عن الهيبومانيا. المانيا عن الهيبومانيا، لما بنقول إن الهوس عن تحت الهوس أو مانيا عن الهيبومانيا، لما بقول تحت الهوس كأني بحكي عن أعراض أخف من الهوس، أو النوبة تحت الهوسية هي أعراضها بتكون طبعا أقل شدة من الهوس. اللي شو بفرق الهوس عن تحت الهوس؟ بقول لك الهوس أو تحت الهوس ما بصير عنده أعراض ذهانية، اللي الشخص اللي عنده تحت هوس ما بتوصل أموره، إن الشخص اللي عنده هوس ممكن يكون فرط الثقة بالنفس توصل لحتى اللي أفكار عظمي توصل لتوهمات عظمي. هذا الشخص اللي تحت الهوس ما في يكون عنده، ما بتوصل أموره لأن يصير عنده أعراض ذهانية. الشغلة الثانية ما بصير عنده خلل أو انقطاع تام في الأداء. الشخص اللي عنده تحت الهوس اللي هي درجة أقل من الهوس بصير عنده تبدل موضوع في السلوك أو في المزاج أو اضطراب
في الأداء، بس ما بوصل لدرجة اللي يصير عنده قطاع كامل في القطاع كامل عن العمل. ونفس الأمر اللي في الهوس، اللي مرضى الهوس كتير ممكن يحتاجوا لاستشفاء أو امبيشن، أنه يدخلوا للمشفى في حال النوبة، في حال موضوع النوبة الهوسية. النوبة الهوسية ممكن يحتاج موضوع للمشفى، بينما النوبة تحت الهوسية بنشوف أن هو الشخص ما بحتاج إلى دخول مشفى لما يكون عنده النوبة تحت الهوسية. طبعاً مدة الأعراض الديوريشن مثل ما قلنا، الاكتئاب بدي على الأقل أني بدي 15 يوم، أسبوعين على الأقل، بكفي أني أسبوع لحتى أشخص نص المدة لحتى أشخص النوبة الهوسية. فمعناته مثل ما شفنا أن الهوس هو عكس الاكتئاب، أعراض موضوع الهوس هي مثل ما قلنا كأني أحكي أنا عكس أعراض الاكتئاب، وفي فرق بين الهوس وتحت الهوس اللي حكيناه. والنمط الأول عن النمط الثاني بالنسبة للبايبولر، النمط الأول هو بيجي هوس، النمط الثاني بيجي تحت هوس. تمام، تحت هوس. هي بالنسبة للمريض البايبولر. طبعا اني كمان نفس الشيء بدخل في الديفرنشال دايجنوزز، بدخل عندك الاضطرابات النفسية، فرط نشاط درق، الأورام، كل شيء ممكن، انتانات دماغية، الأدوية مثل السترويدات أو مضادات موضوع الاكتئاب ممكن أن تدخل في التشخيص التفريقي عند مرضى البايبولار. طبعا النوبة، إيش قد بتطول النوبة؟ النوبة بقول لك إذا عالجتها اللي بتطول حوالي من 4 لـ 8 أسابيع، إذا ما عالجتها ممكن تطول حتى أكثر من 3 شهور. النوبة الهوسية، تمام، النوبة الهوسية ممكن تطول أكثر من 3 شهور إذا أنت ما عالجتها. فطبعا هلأ هذا شيء مثل ما قلنا اللي لازم تعرفوه عن الاكتئاب وعن الهوس أو البايبولر. في شيء إنه دورية المزاج، طبعا كل شيء إنه موجود بالمحاضرة هو مطلوب. دورية في شيء اسمه السيكلوسيميا، وفي اللي إنه الديسيسيميا، ممكن هدول بس تطلعوا عليه. وهو مهمنا أكثر شيء هو التعريف، يعني شو هو دورية المزاج. يعني بتقول هذا الشخص عنده مزاج دوري أو السيكلوسيميا، وإيمت بقول شو معايير تشخيص الديسيميا أو عسر موضوع المزاج. هذا بتشوفوه بتقروه، بس يعني اني بس نعرف شو المعايير، بس لا أكثر ولا أقل. أنا الشيء بدي أحكيه بالمحاضرة حكيته بالنسبة للاضطرابات المزاجية. بنفتح المجال إذا في أسئلة أو استفسار أو أي شيء فيما يخص الاضطرابات المزاجية قبل ما ننهي. إذا في حدا عنده أي شيء، سؤال أو استفسار قبل ما ننهي بالنسبة للاضطرابات المزاجية. الله يعطيك العافية دكتورنا، بس بعد أمرك هيك سؤال بسيط. تفضل. عندي اللي قسمناه نمطين، نمط أول وثاني بالبداية أول ما بدأنا الحديث عليها، إنه النمط الثاني اكتئاب جسيم. أنت قلت اكتئاب جسيم ولا سقطت هيك سقطت سهوان؟ نحن إنه نمط أول هوس ونمط الثاني تحت هوس، بس بداية إنه نعم لا بس أفيدك. قلنا نحن لما عم نميز النمط الأول على الثاني، حتى لما حكينا موضوع في البداية إني ما كثير تدخلوا بالتفاصيل، بس قلت بايبولر معناته في شغلتين، ما في شغلة واحدة. تمام، في شغلتين. إنه شو الشغلتين؟ اكتئاب مع هوس أو اكتئاب مع تحت هوس. تمام، في عندي شغلتين، بس قلت ثنائي قطب معناتها في شغلتين وليس شغلة واحدة. بينما قلت إذا في شغلة واحدة اللي هي بس الاكتئاب، نقول عنه أحادي القطب. مدام في عندي ثنائي القطب، في عندي شيء اسمه أحادي القطب. الأحادي القطب شخص بس بتجي اكتئاب،
ما أنا صناع القطب معناتها كأني عم بحكي عن موضوع شغلتين بتجي للشخص. الشغلتين شو هن اللي بيجوا للشخص؟ بيجي إما اكتئاب مع هوس، فمعناتها هذا صناع القطب نمط أول. طب بيجي اكتئاب مع شو؟ مع تحت هوس، شو هذا؟ هذا نمط تاني، صناع القطب نمط تاني. فدائما أني الهوس يعني موضوع الهوس في معه اكتئاب، والتحت هوس في معه اكتئاب كمان، تمام؟ بين الهوس معه اكتئاب صار ثنائي قطب نمط أول، تحت هوس ومعه اكتئاب شو صار؟ ثنائي قطب نمط تاني. طب بس بيجي اكتئاب، في شخص بس بيعاني من نوبات اكتئاب أحادي قطب اكتئابي، أيوة بسمى هذا اضطراب أحادي القطب أو اضطراب اكتئابي الناكس أو الريكيورن، تمام؟ يعني هو لما بنقول اكتئاب جسيم هو دائما عندك الاكتئاب الجسيم موجود، بينما اللي بختلف عندك شو؟ إشو اللي بختلف عندك؟ هو الهوس أو تحت الهوس. لما اكتئاب جسيم مع هوس معناتها نمط أول، لما اكتئاب جسيم مع تحت هوس معناتها نمط ثاني. تمام، سلموا الحكيم، وضحت والله، ما يزيك خير يا رب. الله، هلا هلا، أهلا وسهلا. حدا عنده أي استفسار أو تعليق أو أي شيء تاني؟ إذا ما في أي شيء نحن بننهي، وعلى أمل نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله في رح نكفي في علاج الاضطرابات المزاجية، علاج الاضطرابات اللي حكينا عنها اليوم. حياكم الله، الله يعطيكم العافية، السلام عليكم. بس تساعدنا الفرق بين الهوس وتحت هوس بشكل مختصر.